السلام عليكم ورحمة الله أبناء الأعزاء طلاب الصف الثالث الابتدائي مدارس التربية المتميزة. في إطار برنامج معنا نستمر نكمل مشوارنا مع مادة الحاسب الآلي. شوف درسنا النهاردة اللي هو بعنوان التمييز بين الملفات والمجلدات والأيقونات. يعني هنفرق بين الملف والمجلد والأيقونة. طيب إيه هي عناصر درسنا النهاردة؟ إيه اللي هنتعلمه؟ عندي العنصر الأول وهو الملفات. يعني هنعرف يعني إيه ملف وكيف يتم إنشاء الملف. والعنصر الثاني عندي المجلد وإيه الفرق بين الملف والمجلد. والعنصر الأخير معانا هو الأيقونة. ويعني إيه أيقونة؟ يعني إيه شكل البرنامج؟ فنبدأ على بركة الله. ده عندي سطح المكتب بتاعي فيه مجموعة أيقونات ومجموعة حاجات محطوطة. إيه الفرق بينهم؟ الفرق إن ده مثلاً ملف، ده ملف PDF فهيفتح برنامج PDF، ده ملف وورد بيفتح ببرنامج الوورد عشان ملف نصي، ده ملف باوربوينت لو ضغطت هيشتغل باوربوينت. طيب إيه الاختلاف بين كل ده وده؟ هنقول لك الاختلاف إن الملفات هي ناتج البرامج. يعني أنا لما أجي أفتح قائمة إبدأ كده عندي كمية برامج، مثلا برنامج الأدوب باوربوينت، برنامج الأدوب ريدر، برنامج الأكسس، برنامج فوتوشوب. البرامج دي فايدتها إن هي تغير إن تفتح لي ملفات. يعني كل ملف كل برنامج بينشئ المعلومات بتاعته جوه الملف. طيب ده الملف المجلد. باجي بضغط على زر الفار اليمين على سطح المكتب كده واختار نيو اللي هو جديد واختار مجلد، بينزل بالاسم ده اسميه مثلا الصف الثالث. بعدين لو انا فتحته هتلاقيه فاضي ابيض ما فيهوش اي حاجه. طب هل ممكن احط فيه اي حاجه؟ تقدر تحط مثلا الملف ده، ده ملف PDF، ده ملف باوربوينت، ده ملف صوره، فتقدر تحط فيه عادي ملف نص. طب ايه اللي استفدناه؟ استفدت ان المجلد عباره عن حاويه، عن حافظه اقدر احط فيها الملفات على اختلاف انواعها. لكن الملفات نفسها لازم يكون لها برامج، ما ينفعش اعمل ملف نصي وانا ما عنديش برنامج معالجه نصوص. ما ينفع اللي هو زي الوورد، ما ينفعش اعمل صوره وانا ما عنديش برامج بتعامل مع الصور زي مثلا رسام او فوتوشوب. لكن اذا كان عندي البرنامج اقدر اعمل ملف. بعد ما عملت الملف احفظه فين؟ احفظه في المجلد. طيب خلاص كده عرفنا الفرق بين الملف والمجلد. طيب المجلد ده اقدر اتعامل معاه ازاي؟ انا دلوقتي سميته الصف الثالث وعايز اغيره. هتقف عليه وتضغط بزر الفار اليمين وتختار رينيم او اعاده التسميه، هسميه مثلا مدارس التربيه المتميز، دوس انتر. خلاص بقى ده اسم المجلد. طب انا كده خلاص يعني عندي مجلدات كتير في الكمبيوتر، ممكن اغير شكل المجلد ده، الايقونه. ايوه طب ايه هي الايقونه؟ لو انت بصيت هنا هتلاقي ده ملف انترنت، فعشان كده واخد ايقونه جوجل كروم. هنا ده ملف تصوير، برنامج تصوير، عشان كده واخد شكل الكاميرا. ده ملف تشغيل فيديوهات، عشان كده واخد شكل الفيديوهات. كل ايقونه بتاخد شكل البرنامج اللي انشاته، والبرنامج ده اللي حسب المعلومات اللي بتعامل معاها. كذلك المجلدات، كل المجلدات دايما بتكون واخده الشكل الاصفر ده كانها حافظه للملفات. طب انا عايز اغير الشكل، تقف عليها كده على المجلد اللي انت عامله وتضغط بزر الفار اليمين، هتختار الخصائص وهتيجي هنا على التبويب الاخير ده هو اللي هو كاستمايز او تخصيص، وتشينج ايكون تغيير الايقونه، وتختار الشكل ده مثلا اي شكل. انت عندك كميه اشكال هنا، حب تختار اللي انت عايزه. فنختار مثلا الشكل ده واقول له اوكي. اوكي نغيرها تاني. شينج ايكون. اوكي اوكي غيرت معك. يبقى تقدر اذا الايقونه ما اشتغلتش معاك جرب شكل تاني وهكذا. تاني نغيرها بشكل تاني، هنضغط عليها بزر الفار اليمين بروبرتيز، وهنا كستمايز تخصيص، تشينج ايكون، وارجعها مثلا اختار اي واحده من ديت ونشوف هتظبط معانا.
وتغير الشكل الأيقونة اللي انت عايزه. ده كان درسنا النهاردة، خدنا فيه المجلدات، خدنا الملفات، وخدنا الأيقونات. أتمنى يكون الدرس سهل وبسيط، تكونوا استفدتوا معايا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله. Ah, 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 ah.